السحر هل هو كفر، يعني يصل إلى الكفر المخرج من الملة أو لا؟ ما حكم السحر؟ والساحر هل هو كافر؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أنه كفر، السحر كفر والساحر كافر، هذا قول جمهور العلماء، الإمام أبي حنيفة وأحمد ومالك. ومن أدلة أصحاب هذا القول ما جاء في الآية في سورة البقرة، وهي قوله تعالى ولقد علموا، يعني اقرأوا الآية من أولها، فيها عدة أدلة، اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم مضارين به من أحد إلا بإذن الله، يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له نصيب، ما له حظ في الآخرة، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فهذه كلها تدل على إيش؟ على أن السحرة كفر. ولأن السحر لا يمكن أن يتوصل إليه الساحر إلا بالشرك والكفر بالله، لا يمكن أن يكون ساحرا إلا إذا أشرك وكفر بالله، يتقرب إلى الشياطين بأنواع من العبادة، من الذبح والنذر والخوف والاستغاثة، أو بالردة بإهانة المصحف مثلا، ونحو ذلك من أنواع الشرك والكفر التي يتوسل بها ويتوصل بها إلى أن يكون ساحرا فيعينه الشياطين على ذلك. لهذا قال العلماء إن السحر كفر والساحر كافر. القول الثاني للإمام الشافعي رحمه الله قال إن كان في سحره شرك فيكون كفر، وإن لم يكن في سحره شرك فإنه ليس بكفر. وذاك يقول الإمام الشافعي إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر، فإن وصف يعني ما في سحر ما يوجب الكفر فإنه يكون كافرا، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فإنه يكفر. وفي الحقيقة أن العلماء متفقون على أن السحر الذي هو من الشياطين وما يتوصل به الساحر من الشياطين أنه كفر، وليس بينهم خلاف. والتفصيل الذي ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله والتقسيم الذي ورد عنه إنما هو في التوسع في مفهوم السحر في الواقع، لأن السحر أدخل فيه أشياء ليست من السحر بالمفهوم الشرعي، يعني كالأدوية وبعض التدخينات ونحو ذلك مما قد يضر الجسم أو يمرضه، لكنه ليس من قبيل الاستعانة بالشياطين، فهذا قد يسمى سحر ولكنه ليس هو السحر المذكور في الآية الذي هو من الشياطين، فهذا محرم. نعم، الأدوية هذه والتدخينات التي تضر الجسم ونحو ذلك هذه محرمة، ولا نقول إنها كفر، لكنها ليست من السحر بالمفهوم الشرعي الذي هو الاستعانة بالشياطين الذي قال العلماء إنه كفر، والشافعي رحمه الله يقول إنه كفر. إن السحر الذي يكون فيه استعانة بالشياطين وبالخوف منهم والنذر لهم والذبح لهم أو بأنواع الكفر التي يتقرب بها إليهم، فالشافعي رحمه الله مثل بقية العلماء يرى أن هذا كفر،
وشرك، لكنه فصل في شيء آخر جعله من السحر، وهو ما يتعلق بالأدوية والتدخينات التي تضر الجسم.